اللي كتير مش قادرين يفهموه ويفسروه هو عقلية البعض في نقد العمل العنيف ومتابعته برضه بنفس العنف. حاجة كده زي أغاني المهرجانات اللي كله بيشتكي منها، رغم أن أغنية زي بنت الجيران عدد مشاهداتها على يوتيوب للأسف أكتر من عدد مشاهدات أعمال أم كلثوم مجتمعة. أو نفس الكلام ده أحياناً بينطبق على المسلسلات، اللي هو لما أثبت منتصف العمر عمل خطير قوي كده، أمال ليه متصدر نسب المشاهدة طول مدة عرضه؟ وحتى اتهامه بنشر أفكار شاذة بيخلي محبي العمل يدخلوا في جدال مع كارهيه ويقولوا لهم هل المال والبنون مثلاً كان بيشجع على أكل مال اليتيم أو السرقة؟ ولا العبرة بنهاية العمل ومين اللي انتصر؟ الخير ولا الشر؟ خلينا ننقل على عمل تاني كان فيه قدر كبير من الشجاعة الفنية. مخرج شاب موهوب وحفيد العظيم فؤاد المهندس وهو عمر المهندس، أخد ورق من مؤلف موهوب وشاب برضه وهو الطبيب أحمد عاطف، وأسندوا البطولة لموهوب ثالث اسمه عصام عمر، عملوا لنا عمل جميل جداً اسمه بلطو. خلينا نسأل السادة النقاد عن التقييم الفني لمسلسل بلطو واللي حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، ونقدر نقول إن هو كان الحصان الأسود في موسم دراما الشتاء. من أجمل المسلسلات اللي في الموسم الشتوي السنة دي، مسلسل 10 حلقات، مسلسل بيتضمن مليء بالكوميديا، الكوميديا الموقف، الكوميديا الحقيقية، الكوميديا اللي بتعري المجتمع وتعري الروتين وتعري ما يحدث في بعض الوحدات الصحية. ومسلسل يعني زي ما بيقولوا ايه، كوميديا سودة، ورغم ان البطل بتاع المسلسل بطل جديد الا ان هم ذكاء عمر المهندس المخرج ان هو قدر يحط معاه يعني باقة من النجوم اللي هم كضيوف شرف لهم اسمهم ولهم ثقلهم، مليء بالرسائل المهمة جدا جدا جدا، رسالة مهمة جدا جدا على النظام التعليمي الحقيقي المتدهور جدا، اللي هو الطبيب بيتخرج من كلية الطب وهو يعني يدوبك يقيس الضغط والحرارة فمش أكتر من كده. بلطو لطيف جدا لأنه بيطلع الدكتور بشكله الطبيعي من غير بقى الفكرة ان احنا شايفين الدكتور ده برضو بشكل كليشيه وانه غني وان الدكاتره دول ما بيتعبوش وكان وعكس الواقع. فحلو قوي ان احنا نجيب فتره التدريب بتاعتهم ديت او فتره التكليف يعني بتاعت الدكتور دي ما حدش راح لها قبل كده، وبالذات ان اللي كاتب الموضوع اللي هو احمد عاطف هو دكتور اصلا، هو بيحكي عن قصه حياته، يعني حتى الشاب اللي قايم بدور البطوله شبهه جدا، فالمواقف كلها واقعيه جدا عشان كده الناس متفاعله معاها. فدايما الحاجه اللي بتتاخد من الواقع او بتتاخد من روايه او يعني اي ريفرنس جيد وماسك نفسه وسوليد دايما بينجح مع الناس. مسلسل بلطو انا عجبني الفكره قوي قوي، فكره ان انت تعمل حاجه مصريه بعيدا بقى، دي حاجه ما تقدرش تطلع تقول ان هي متاخده من فكره بره، حاجه شبهنا، حاجه تخلي الناس تحس ان ده بيحصل لابن خالتي وابن عمتي، فهي الفكره حلوه. وكان برضو دكتور نبيل فاروق الله يرحمه كان عامل حاجه اسمها مذكرات طبيب في الصعيد الجواني، كان هو برضو طبيب وكتب مذكراته وكتب اللي حصل له. فالفكره دي برضو وانا بتفرج على المسلسل حسيت ان ده مرتبط بالمذكرات اللي انا قريتها وبعد كده الروايه اللي احمد عاطف الممثل عملها، فده حاجه من قلب مصر ما ينفعش تعمل في اي حته تانية. وانا شايف المسلسل بدأ بدايه حلوه والتمثيل حلو، خصوصا هو مش معتمد على نجم شباك، انا شايف ان بلطو عرفوا يعملوا حاله تخليني ابقى عايز اتفرج عشان اعرف بس دكتور الاسنان هيعمل ايه في مدير الوحده، اللي هي حاجات بسيطه قوي بس بيخليني عايش جواها. الفشل الزريع فيه للبطل ما اعرفش اسمه ايه، يعني تخيل بطل بلطو مش عاجب حضرتك؟ لا ما اعرفش اسمه ايه، ما اعرفش هو وجه جديد ولكن هو وجه جديد بس في كتير اشادوا بادائه وقالوا انه عنده حس كوميدي كويس وانه ليه مستقبل. لا خالص، انا شفت ثلاث حلقات ما شفتش فيهم الا على الاطلاق اي نوع من الكوميديا، بالعكس ممثل ثقيل الظل، ربما يكون فيه محمد محمود الى حد كبير فيه نوع من الحركه او فيه يعني فيه قدر من التمثيل الحقيقي، لأنه محمد محمود ممثل كبير وعظيم. الحقيقة أنه مسلسل مميز جدا، بس اللي عجبني أن صناع المسلسل ادوا مساحة لشاب صغير زي عصام عمر، المساحة دي كبيرة دي قوي خصوصا في الوقت ده. نجح فيها ولا لا؟ نجح جدا، لأنه هو أصلا لذيذ ودمه خفيف والكاست اللي حواليه هايل جدا. وما ننساش كمان أنها تجربة حفيد فؤاد المهندس، المخرج اسمه عمر المهندس، ده حفيد فؤاد المهندس، فدي تجربتين
بصراحة يعني يستحقوا عليهم الإشادة. أحمد عاطف نجح في أول تجربة ليه في الكتابة؟ بس التحدي هو ما يتحكمش عليه هنا، لأن هو زي ما أنت بتقول أو إحنا بنقول إن هو كاتب مواقف حياتية هو مر بيها. التحدي الحقيقي لما يكتب حاجة ملهاش ريفرنس عنده، عاشها بشكل كبير، أو مش عند أحداث واقعية وحاجات مواقف حصلت في الواقع. فكرة إن هم يجيبوا حد لسه وجه جديد ويتحمل العمل ده كله كانت فكرة جريئة؟ كممثل؟ وهو لايق جدا في الدور دوت، لأن هو لازم سنه صغير، وهو الحقيقة دمه خفيف ومحقق قبول كده مع الناس، فلا المسلسل حلو. عجبك محمود حافظ في دكتور الأسنان؟ جدا عجبني محمود حافظ جدا، الدور بتاعه حلو واستفزني، فدي حاجة حلوة أن أنا بقى مستني بقى ان الناس تنتقم منه، ومستني اعرف هيحصل ايه بعد كده لما هو قاعد بينصب على الناس، فده هيتردله ازاي. فانا خلاني سعيد وانا قاعد بتفرج. مش المسلسل مش مكتوب صريخ ضحك زي ما احنا بنقول، ومش مصروف عليه كتير قوي، ومش مباراه في التمثيل زي ما بيحصل في افلام تانية بقى، بس الحاله الاجماليه مخلاني سعيد ومستني الحلقات.